عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء. اليوم في هذا الفيديو حبيت اجيب نبتة لاني قرأت كتير تعليقات الفترة السابقة من اخواننا المشاهدين انه النباتات بتموت وانه بزرع واول ما بحط اشتري من المشتل النبتة وحطها في القصيص تموت. حبيت اجيب نبتة جدا رائعة وجدا سهلة وما بتحتاجش العناية وبتتحمل الحرارة وبتتحمل الملوحة وبتتحمل العطش الجفاف الرطوبة، ما بتحتاج الى تحتاج عناية جديدة، ادنى اهتمام واقل اهتمام بيعطينا النبتة اللي امام حضرة. هنشوف مع بعض. طبعا هنا انا اهملت فيها الفترة اللي فاتت، كنا بنعمل تجارب على اسمدة لو حضراتكم تتذكروا الفيديوهات السابقة. هاخد منها عقل، احط التربة في القصيص، جبت القصيص اهو، هبدأ اقص منها عقل صغيرة وابدأ ازرعها في القصيص امام حضراتكم، وهنشوف ان شاء الله بإذن الله كيف هتكون معنا النبتة. طبعا اللي ما يعرفش النبتة دي هي بيسموها رجلة الزهور او صباح الخير، هي من انواع صباح الخير او زهرة الصباح، والاسم العلمي بتاعها بورتولاكا. طبعا هي بتنمو في معظم انواع التربه بشرط طبعا اي نبته بتحوز تصريف جيد، انه يكون الصرف كويس، ما يكون المي تحت القصيص يحتفظ بالمي. ما عدا ذلك ما فيش اي مشكله، اي تربه تحطها تربه رمليه تربه طينيه اي شيء هتحطه هتنجح في أي شيء. النبتة ممتازة جدا جدا وسهلة جدا، وأنا بفضلها لجميع الإخوة المبتدئين في الزراعة أو اللي عندهم مشاكل في الزراعة يبدأ بنبتة زي النبتة دي، سهلة جدا. طبعا هي في الأصل حولية صيفية، ومع العناية والاهتمام ممكن تعمر الأشهر الطويلة وتستمر معك. بتتحمل لدرجة حرارة 48 درجة وأكثر، كمان بتتحمل زي ما حكينا الجفاف والملوحة والرطوبة، وبتتكاثر بالعقلة زي ما احنا شايفين الوقت أو بالبذرة، ولكن طبعا بذرتها صغيرة جدا بنخلطها برمل ونبدأ نزرعها، وده موضوع تاني بنشوفه إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. احنا الوقت هناخد منها عقل ونزرعها بالعقل. طبعا النحل اللي بيحب الزهرة دي جدا وبيتجمع عليها كمية نحل كويسة اللي يزرعها ويشوف عليها عنده نحل كتير عليها. نبات زاحف بيفرش على الأرض لمسافات كويسة وبيكون شكله كويس وزهرته بتكون جدا ممتازة زي ما شفنا في بداية الفيديو وهنشوفها في نهاية الفيديو برضو. الزهرة بتطلع في القمة النامية في أطراف الساق أو الفرع، بتبدأ تطلع زهرة واثنين وثلاثة وأربعة وبيفتحوا بالتدريج، بتفتح مع أشعة الشمس. الفرق في النبتة دي عن النباتات، طبعا هنا انا بشيل الورقات بتاعتها عشان ما تعملش اعفان تحت في التربة، منضف الساق، معلش انا طرفت الزراعة ورحت مع المعلومات عنها. بنبدأ نشيل الورقات الصغيرة عشان ما تعملش تحت مشاكل في المية وتعفن، منضف الساق. اي علا هناخدها ونحطها ونعطيها مية هتطلع، مفيش فيها أي مشكلة، هي سهلة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم. بس يحتاج لساق ويكون شوية غض، ما روحش اجيب عقلة او عقلة طرفية تكون طرية، شوية بس شوية يكون غض وابدأ احطه وارويه مي، ومرة واحدة بس بعد ما اطلع جذور واشوف ان النبتة بدأت تشتغل اعطيها مرة واحدة بس سماد، اي سماد، سماد مخلفات النخيل، سماد الارز، سماد البنجر، في كتير اسمدة موجودة على القناة، اي نوع سماد اعطونا وخلاص على كده، مش محتاجة اي شيء تاني غير انك بس تعطيها مي، لما تلوز مي تعطيها مي. كده خلاص انا كل اللي عليا ان انا ارويها مي واسيبها اعطيها مي بس، ومره واحده سماد زي ما حكيت لحضراتكم، اي نوع سماد، اي سماد هتسمدوا لها خلاص على كده. هنا هرويها مي، طبعا هرويها اول مره مي غزيره
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنا بعد 12 يوم بالظبط، 12 يوم بالظبط كان هنا النبتة. ما شاء الله جددت بسرعة وبتنمو بسرعة بدون أي اهتمام ولا عناية زي باقي النباتات، وخاصة إن إحنا في الصيف. بس طبعا فترة الظهر والشمس الشديدة وهي صغيرة خليها جوه وخليها في مكان ظل. ما شاء الله دي زهرتها ممتازة جدا، شكلها ما شاء الله رهيب، نموتها ما شاء الله سريعة وجميلة جدا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعا منها ألوان كتيرة، وهنا في الطرف الساق أكتر من زهر بيفتحوا بشكل تدريجي باستمرار ما شاء الله، بتلاقي عليها زهر، في منها أبيض وفي منها أصفر تقريبا وبنفسجي والبينك اللي قدامنا وأحمر، في ألوان منها كتيرة جدا، ونبات ما شاء الله ممتاز جدا جدا، وتنفع في كل شيء، تنفع في الحديقة، تنفع حتى في صخر لو حطينا شوية تراب هتطلع فيهم، في تربة ملحة، مي فيها نسبة ملوحة، في الشباك، في البلكونة، في أي مكان ما شاء الله. دي الزهور بتفتح طبعا بالتسلسل. نبتة ما شاء الله جميلة جدا، وبنصح بيها كل الشباب وكل الناس اللي عندها مشكلة في الزراعة وبتحصل موت للزراعة، يبدأ بنباتات زي كده سهلة العناية تدريجيا، يبدأ يوصل لنباتات اللي هي بتحتاج لعناية أكثر. أتمنى من الله أن الفيديو يعجب حضراتكم، وأتمنى من الله مشاركة الفيديو إذا أعجبكم الفيديو. ما شاء الله عدد أزهار ممتاز جدا، العدد ممتاز. أتمنى من الله أن الفيديو يعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.